عاد ساو باولو البرازيلي بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام مضيفي سيزار فاليغو البيروفي في مباراة ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الليبرتادوريس. وافتتح هوهبرغ باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 من الشوط الأول قبل أن يعادل كاليري نتيجة الفريق البرازيلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة. هذا وستقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل.